السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سألني أحد الأخوة: يا بلال، رجاء دوما وأبدا أسمع كلمة التجويد التجويد التجويد، فما معناها؟ أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى ومصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم: التجويد عند أهل اللغة هو التحسين، ومنه قول القائل: جود الرجل عمله، أي أتقنه وحسنه. وفي اصطلاح ساداتنا العلماء أهل الاختصاص يقولون: هو النطق بالكلمات القرآنية بهيئة مخصوصة وفق الطريقة المتلقاة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بإعطاء الحرف حقه من الصفات اللازمة ومستحقه من الصفات الناشئة. وسمي هذا العلم تجويدا لتعلقه بكتاب الله تعالى، وإشارة للقارئ والمتعلم أن هذا العلم مبني على حسن الأداء، فيخرج القارئ أفضل ما لديه صيانة لكلام الله تعالى من تحسين وإتقان وجمال حال تلفظه به. هل يجب علم التجويد أن نتعلمه؟ أي نعم، يجب على كل قارئ وقارئة لكتاب الله تعالى أن يتعلم التجويد التطبيقي لينطق به وفق الهيئة المخصوصة التي نزل بها، ويؤخذ ذلك بالتلقي من أفواه المشايخ والمشايخات المتقنين والمتقنات، جعلنا الله تبارك وتعالى منهم. أما تعلمه من الناحية النظرية فرض كفاية واجب على القراء والمقرئين، ولله در ابن الجزري رحمه الله تعالى لما قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا. وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والله أعلم، وصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد.